أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر الله العظيم. أهلا وسهلا بمتابعي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الرصاني. الخضرة غالية متابعي قناة الشاب والقفة تحلق عاليا. بطاطا وصل متابعي قناة شوف تي في 9 دراهم للكيلو، مطيشة ب 6 دراهم أيضا للكيلو، خيزو ب 5 دراهم للكيلو. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنشوف متابعي قناة شوف تي في أن أغلب ساكنة هذه المدينة هذه ما بقى لها والو، لأن تقول ويك ويك عباد الله. كل المغاربه متابعي قناه الشعب اننا كنشوفوا يعني هذه الزياده يعني في الخضروات والفواكه اللي حلقات من في السماء. بطاطا كذلك يعني اللي وصلت ل 9 دراهم، فمن العيب والعار اننا نشوفوا يعني بطاطا دابا حاليا وصلت ل 9 دراهم للكيلو. 9 دراهم للكيلو متابعي قناه الشعب، وزيد على ذلك مطيشه وكذلك اللي وصلت ب 6 دراهم، وخيزو ب 5 دراهم. ما كتسمع غير 5 دراهم، 6 دراهم، 7 دراهم، 8 دراهم، 9 دراهم، شي حاجه اقل من ذلك ما كايناش. هذا هو السوق الرصاني متابعي قناة الشعب من قلب المدينة ومن مهد الدولة العلوية الشريفة من زمن 1960 وليس 2023. هنا متابعي قناة شوف تي في الغلاء استقر في المدينة وأنهك وأهلك كل ساكنة المدينة. كتشاهدوا معنا متابعي قناة شوف تي في هذا البث المباشر، وأيضا شحال مادير شحال وصل عندكم يعني الاسمنه ديال البطاطا ومطيشه وخيزو، يعني نعرفوا الاسمنه اللي كاينه. كتعرف الثمن ديالها؟ ما كتعرفش، ما تعلمتيش؟ 260 ديال العلم، عرفتي غير العلم 260. العلم 260 سمعتهاش كاع؟ العلم 260 وشري انت يا مواطن. يلا باش غادي الانسان يشري هذا العنب هذا ويشري البنان ويشري الفواكه، حنا ما كنهضروش على الفواكه، كنشوفوا غير 180 ريال 9 دراهم ويكويكا عباد الله. كنشوفوا غير بطاطا ومطيشه والبصله اللي كنشوفوا حاليا، ما بغيناش حنا كاع نشوفوا دابا واش نشريو البنان ولا نشريو بنان ولا خيز ولا سميتو ولا التفاح. شوفوا غير الفلفله شحال الدنجال؟ 3 دراهم. الدنجال هو اللي رخيص، والفلفله 4 دراهم. الدنجال 3 دراهم، والفلفله 4 دراهم. خيزو كيف ما قلنا متابعي قناه شوف تي في 5 دراهم. واش يقول لي انت الثمن اش شحال مطيشه؟ 120 6 دراهم. شحال التفاح؟ 120 حتى هو 120. انت فمك غير 120، ما كايناش شي حاجه اقل من 120. وشحال الليمون؟ 80. ليمون 80 120. الحار والحامض 120 6 دراهم. 6 دراهم 120 120. اجي قول لي اش رخيص هنا؟ ما كاينش كاع الدنجال اللي رخيص. لا حول ولا قوة الا بالله. كاينه شي حاجة رخيصة؟ والو. والو. ولا والعنب شحال؟ العنب 260. العنب متابعي قناة شوف تي في 260 ريال من قلب مدينة الرصاني. والبنان؟ البنان 200 ريال 10 دراهم. وشريه انت. هنا كنشوفوا متابعي قناه شوف تي في ان الغلاء انهك ساكنه المدينه. جميع الخضروات وجميع الفواكه متابعي قناه شوف تي في طالعه في الثمن، سواء في بطاطا، سواء في مطيشه، سواء في خيزو، سواء في اي حاجه حطيتي عليها يديك، فقط ان الدنجال هو اللي داير 3 دراهم.
النجار هو الوحيد دابا حاليا في السوق اللي داير 3 دراهم، اما شي حاجه اقل من 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 من, من 5 دراهم ما كايناش. كاين 5 دراهم، 6 دراهم، 7 دراهم، 8 دراهم، 9 دراهم. شحال شي فلور؟ 100 100 الكيلو، 5 دراهم، 6 دراهم، 6 دراهم، حاره ب 6 دراهم. ديها ولا عطنا؟ عنده واحد كيدير ثمن مناسب. وهنا يعني كيف ما سمعتوا متابعي قناه شوف تي في، عند ارخص، عند ارخص واحد يعني اللي كيدير واحد الثمن مناسب للمواطنين، يعني كيقلب على اي ما غاديش نقولوا بانه كيقلب على الهمزه وزيد على ذلك كيحاول ما امكن انه ابن المنطقه ما يزيرش بزاف على ابناء المنطقه. يا عثماني انا ودي شكون اللي بغا ياكل التفاح؟ ها ميدل تيريح دانا والتفاح غالي. هنا كنشوفوا هذا الخضار يعني داير ثمن اللي ما دايروش، يعني اللي ما دايروش مجموعه من الخضاره. يعني اذا مشينا للخضاره اخرى غادي نقدروا نلقاو يعني مطيشه ب 7 دراهم، ونلقاو بطاطا ب 10 دراهم، ونلقاو يعني زايد 10 يعني 0.50 وزايد يعني دراهم في كل حاجه. الا وهذا الخضار هذا يعني داير واحد الثمن اللي هو فيكس، لانه عنده الناس ديالو وعنده الناس اللي كيحس بالمواطن كانه حتى هو مواطن. هذا هو اللي كاين. نشوفوا بطاطا حلوه، شحال بطاطا حلوه؟ 160. شحال؟ 160. 160 ريال، حتى بطاطا حلوه 160. والبصله؟ هذه 4 دراهم، وهذه 5 دراهم. والباربا؟ الباربا 80. الباربا 4 دراهم. وبالنسبة لهذ اللفت هذه؟ لفت 100. لفت 100. هنا متابعي قناه شوف تي في العافيه خويا ياسين الله ياخذ الحق، اكيد اخويا عبد الجبار عزيز سي سعيد. وكذلك شحال بطاطا خويا؟ شحال بطاطا قلتي لي؟ بطاطا دابا 9 دراهم، 9 دراهم اخويا سعيد. النقاشه هودي الداخله 10 دراهم في الداخله، 10 دراهم بالنسبه للبطاطا ولا فين؟ ولا اش من خضره في الخضروات؟ الحلوه شحال قلنا؟ بطاطا حلوه 160، بطاطا حلوه 160، 8 دراهم. هنا متابعي قناه شوف تي في ما كرهناش نعرفوا الاسمنه اللي عندكم في كل منطقه كتابعونا تتبعوا معنا هذا البث هذا. اعطونا الاسمنه ديال الخضروات اللي عندكم خصوص مدينه الرساني، انتم يعني سمعتوا الاسمنه اللي كاينه. الخضره غاليه بزاف، والقفه يعني ولات حلقات عاليا. بطاطا واصله يعني 9 دراهم للكيلو بالنسبه للبطاطا اللي كنقولوا البطاطا هذه غير العاديه، ما بالنسبه للبطاطا حلوه 8 دراهم، مطيشه ب 6 دراهم، وخيزو ب 5 دراهم. وهذه الاثمنه فقط عند خضاره، هذه الاثمنه فقط يعني ماشي اغلبيه الخضاره. اغلبيه الخضاره كتلقى زايد 1 درهم، زايد 10 دريال. هنا هذا الخضار يعني كيدير واحد الثمن مزيان سميتو يعني للمواطنين كاملين، وحس بابناء الشعب. السلام عليكم اخي الكريم، ليكن في علمكم في علم الجميع، حتى السلع في السوق ما مقداش فيها كاليتيات. اكي سي بوزكري صحيح، عندك الصح، عندك الصح. شحال من واحد يعني راه مازال في السوق، يعني شحال من واحد كيجيب شي كاليتي اللي هي شويه نازله ولا هذه وكيبيعها بثمن اللي هو رخيص. عندك الصح، يعني كل واحد راه كيفهم يعني في الطومين ديالو. تبارك الله عليك خويا العزيز، الله ياخذ الحق في اللي كان حيله وسباب في هذا الغلاء. السي علوي وليد اكيد اللهم امين يا رب العالمين. الرباط سالا 10 دراهم بطاطا، تبارك الله على السي الرئيس هشام. هادو هما التعليق متابعي قناه الشعب اللي بغينا يعني من عند المتابعين، يعني باش نوروا ايضا حتى الراي العام ونعرفوا الاثمنه اللي كاينه في المدن المغربيه، ونعرفوا شحال يعني واصله بطاطا ومطيشه ومجموعه من الخضروات والفواكه في المدن ديالكم. شكرا اخويا ياسين، تبارك الله عليك. سي سعيد تن قرفه، تبارك الله عليك والشكر موصول لك اخويا. هاد بطاطا حلوه عزيزه عليا، ولكن راه غالية غالية 8 دراهم. السلام عليكم سي حمزة، نيست حمزة تبارك الله عليك. شكرا موصول لكل المتابعين والمتابعات، يعني كتنورونا متابعي قناه شوف تي في بالتعليقات ديالكم، يعني وبالاثمنه اللي كاينه حاليا يعني في الاسواق المغربيه هنا بمدينه الرساني. اقول لكم
شكر جزيل لكل المتابعين والمتابعات داخل الوطن وخارج أرض الوطن، هنا أيضا متابعي قناة الشاب. أقول أن الخضرة يعني غالية وخالية بزاف يعني في مدينة الريصاني، كل من الناس بسطاء الحمد لله ودراوش، لكن البطاطا باش توصل 9 دراهم الكيلو، مطيشة 6 دراهم، وخيزو ب 5 دراهم، مجموعة من الخضر ما كاين غير 5 دراهم 6 دراهم، القليل ثم القليل في كمية الباربة اللي 3 دراهم ولا 4 دراهم، وبيت الدنجل وكذلك اللي 4 دراهم 3 دراهم، فهذا هو اللي رخيص يعني في الأسواق المغربية وخصوصا هنا بمدينة الريصاني اللي الثمن ولا طالع طالع بزاف، والقليل ثم القليل، يعني ما عندناش حنا هنا شي وزينات ولا شركات باش أن الناس تكون محركة وخدامة، الناس ما خدامة غير في الفلاحة، ومزيد على ذلك هذا الجفاف اللي عم يعني المملكة المغربية العلوية الشريفة، فأكيد أن الضربة جات غير في المواطن المقهور مطحون بمدينة الريصاني ومجموعة من المدن المغربية. الله يرحمنا بالشتاء يا رب يا ارحم الراحمين يا رجاء السائلين، نور الاسلام ما تبكيش ربي كبير. حاجه اخرى، كاين فرق كبير ما بين سلعه السوق وسلعه الحانوت، والله يسهل على الجميع. اكيد خويا بوزكري فتاح، كاين فرق وفرق كبير، لان اللي عنده سلعه الحانوت كيجيب واحد الكاليتي وكيبغي يحطها، ربما تباع دابا ربما تباع العشيه، هذا هو علاش السوق ماشي بحال يعني السوق راه كيجيو الناس يعني عشيه ولا صباح خصهم يتقداو ويمشيو في حالتهم. ادريس زين العابدين، السلام خويا ياسين، تبارك الله عليك سي ادريس، تبارك الله على فتاح ونور الاسلام والشيخ ابو صفية، الله يرحمنا في الشتي رب العالمين. حمزه السلام عليكم. خويا عبد الاله السهلي، تحياتي خويا ياسين، عطاك الله الصحه والله يدير شي تاويل ديال الخير، اللهم امين يا رب العالمين. هنا اقول لكل المتابعين والمتابعات، كنتمنى غير ندعيو مع بعضياتنا ونقولوا يا رب يجيب الشتاء، لان في الحقيقه اقسم بالله لا اكبر قهره في الحياه الا هي هذه ديال الغلا، وهي هذه ديال هذه الحياه مع هاد المنتخبين ومع هاد المسؤولين، هاد المنافقين الحاقودين النمامين اللي خلني لهم الله والنبي رسول الله، اللي في الحقيقه اقسم بالله العلي العظيم الا داروا لنا اكبر مخطط. هذا ماشي المخطط الاخضر المغرب الاخضر، راه خلينا السياسيين من المغرب الاخضر، هذا القلب الاخضر والبني والاصفر والاحمر. 5 دراهم كلشي 10 دراهم. حسن خراز، اش من 5 دراهم بالنسبه ل 5 دراهم اخويا؟ قلنا 5 دراهم بالنسبه لواقيلا خيزو بعد بعض يعني بعد الخضروات. سي هشام منصوري تبارك الله عليك، تبارك الله عليك والشكر موصول لك. الوالده شدا شكون؟ كلهم بحال هذا، هو العالم اللي تكلمك على العالم تيغلب شويه، هذا كيغلب ماشي بحالنا. فكانت القيمة تخرجيها في هذا الوقت. نور الاسلام تبارك الله عليك. سواد لواد منير تبارك الله عليك والشكر موصول لكل المتابعين والمتابعات. هنا متابعي قناة شوف تيفي من داخل سوق الريصاني، هذه هي الاجواء متابعي قناة الشاب، كيفاش دايرة اجواء عندكم، وايضا شحال وصل اثمنة الخضر. هنا متابعي قناة الشاب بغينا نعرفوا الأسمنة اللي كاينة يعني في الأسواق المغربية، ونتبادل فقط. الله الحمد لله رخيصة. عزيز الشهبون السلام، مشي هاكم انا عيط لك. واش شهيد على هذا؟ الله يحفظك، الله يعمرها دار. وصلنا لنا في الوالده، الوالده هادي اخويا. إيه؟ لا ماشي دابا، الله يعطيك الخير. شديتها الشريف، شديتو ايوا شدوش. هذا ما عبد الله. هنا متابعي قناة الشاب، يعني بغينا نعرفوا الأسمنة اللي كاينة، هذا ربما التلفاز. جولة خفيفة ظريفة يعني من سوق الريصاني. هذه الجولة هذه كنبغي نخليها متابعي قناة شوف تيفي فقط، أننا ندردشوا فيها ونقولوا فقط أننا نتبادلوا الحمد لله السلام والتحية، ونقولوا هلا ومرحبا بالجميع، ونعرفوا الأثمنة اللي كاينة يعني في الأسواق المغربية.
وهنا نهيو البث. انت انا متابعي قناه الشاب، راه الشمس سخونه وما بقيناش كنقراو التعليقات. محمد اياو وعزيز شهبون شكرا جزيلا لكل المتابعين والمتابعات. تبارك الله عليك، 40 كيلو في الصندوق، ثمن صندوق مولاي زي الله يحفظك. صندوق 220 درهم، صندوق ضرب عمليه حسابيه، شحال ربح في الصندوق رئيسي هشام؟ تبارك الله عليك، ربما انك في الدار وعارف هذه الامور هذه ديال الصناديق وهذه المسائل، انا ما عارفش. المهم ان الدنيا غاليه، الله يحسن عوان الجميع. تجردي. شكرا جزيلا لكل المتابعين والمتابعات. يعني بغينا نزيد ونستمروا في هذا البث، ولكن راه درجة الحرارة شوية جد مرتفعة يعني بمدينة الريصاني. مولاي الزين باش نقراو يعني جميع تعليقات المتابعين، ولكن نتأسف مرة أخرى متابعي قناة الشعب، ونديروا يعني بث آخر ونتبادلوا فيه الحوار إن شاء الله. أغلى هاد نزرة هي على ملكان، هي على ملكان دوي. وشحال وشحال الرمان؟ الرمان 120. الرمان 120، هذا هو الرخاء عندك أنت؟ والبصلة شحال؟ البصلة 120. 120 هذا هو الرخاء عندي أنا. وبطاطا؟ ولا لقيت غير ب 9 دراهم. ايوا راه حيدوا لها، حيدوا لها داك الدراهم. لا تبارك الله عليك. مرحبا. الله الله يحفظك عبد الله، الله يكبر بك. الله يحفظك، بارك الله فيك، الله يعطيك كل خير، الله ينور حالك، بارك الله فيك. هنا الحاجة الزوينة اللي كنستمتعوا فيها في هذه البلاد هذه، والله إلا كناخذوا بعدا عوض زوينين، عوض ديال الأجر فقط. الإنسان كيدعي معاك. احتراما لساكنة مدينة الريصاني. أجواء والله القسم إلا مكرفصة، ما غادي نقولوا لا رائعة لا مثيرة، أجواء مكرفصة. الشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات من داخل مهد الدولة العالمية الشريفة مدينة الريصاني. هذه هي الأجواء متابعي قناة شوف تيفي. أكيد متابعي قناة الشاب نلقاكم في بث آخر وموضوع آخر بإذن الرحمن، وشي جولة أخرى عاوتاني في قصر من قصور المملكة المغربية العلوية الشريفة مدينة الريصاني. اعتذار تام يعني الا ما قريتش يعني التعليقات ديال المتابعين، لان في الحقيقه دابا حاليا ما غاديش يبانوا لي تعليقات المتابعين والمتابعات، حكم يعني جمال جمال كوستو اللي كيقول لك الله يجيب شي سنه زوينه ان شاء الله يا ارحم الراحمين. مالك وهذه هي مدينة الريصاني من المارشي حتى الشارع الكبير. هنا نهيو البث متابعي قناة الشعب، ونتلاقاو إن شاء الله متابعي قناة شوف تيفي في بث آخر وموضوع آخر بإذن الرحمن.